اهلا بكم مشاهدينا من جديد. إثر تحقيقه اللقب الثاني في بطولة العالم للسوبر بايك، أعلن الإيطالي ماكس بياجي اعتزاله رياضة الدراجات النارية بعد مشوار حافل بالبطولات والألقاب. ورغم قراره بالتوقف عن سباقات الموتو جي بي أو السوبر بايك، إلا أنه سيظل وفيا لفريقه أبريليا وستكون له مهام أخرى معه. فرض نفسه أسطورة في عالم الدراجات النارية، وخاض مسيرة تجاوزت العقدين من الزمن، وبعد العديد من البطولات والألقاب قرر الأسطورة الإيطالي ماسيميليانو بياجي الترجل عن دراجته بشكل نهائي. فقد أعلن بياجي المتوج مؤخرا بلقبه العالمي الثاني في السوبر بايك اعتزاله الرياضة، مشيرا إلى أنه سيستمر في العمل مع شركته الحالية أبريليا التي كان يدافع عن ألوانها على الحلبة، لكن بمهام جديدة. بياجي فرض نفسه بطلا عالميا في مختلف بطولات الدراجات النارية بعدما حصد لقب فئة 250 سنتيمترا مكعبا 4 مرات متتالية خلال الفترة من عام 1994 حتى 1997. ورغم أن لقب الفئة الكبرى وهي 500 سنتيمترا مكعبا استعصى عليه مرتين في 2000 و2001 عندما حل وصيفا وعدم قدرته على الاستمرار في المنافسة مع التحول لفئة موتو جي بي، إلى أنه وجد ضالته في بطولة العالم للسوبر بايك التي انتقل للمشاركة فيها عام 2007، بل إنه حقق الفوز في أول سباق يخوضه في تلك البطولة. فمع دخول أبريليا معترك البطولة صعد بها بياجي للقمة وحاز اللقب العالمي في 2010 قبل أن يعود ليحرز لقبه الثاني في 2012 بعد موسم اعتبر أقوى مواسم البطولة على مدار تاريخها البالغ ربع قرن، وقرر التوقف عن ممارسة رياضته المفضلة ليطوي صفحة صنع فيها تاريخا لرياضة الدراجات النارية. الستار في البرتغال على بطولة العالم لراليات الكروس كونتري في موسم 2012 بعد فوز التشيكي ميروسلاف زابليتال على متن هامر بلقب باها بورتا ليغري، وقد حسم الإماراتي خليفة المطير لقب البطولة في الجولة السابعة قبل الأخيرة التي جرت في مصر، في حين حل زابليتال في المركز الثالث. وبعد فوزه في البرتغال انتقل التشيكي للمركز الثاني في ترتيب بطولة العالم ليتقدم على الفرنسي جان لويش ليسير بنقطة واحدة، فيما تساوى البرازيلي رينالدو فاريلا مع الإمارات يحيى بلولي في صدارة المجموعة تيتو. رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الفرنسي جان تود بجولة داخل عدد من دول المنطقة العربية ومن بينها مصر التي أقام فيها نادي السيارات المصري مؤتمرا صحفيا، حضره مراسلنا في القاهرة أحمد نوير ليعد لنا التقرير التالي. رياضات السيارات بمختلف أنواعها وبشتى سباقاتها تستلزم عنصرا هاما وحيويا وهو الأمان على الطرق، لذا يهتم الاتحاد الدولي للسيارات بمتابعة هذا الأمر في مختلف البلدان. وعلى هامش جولاته السريعة التي يقوم بها حول العالم زار جون توت رئيس الاتحاد الدولي للسيارات مصر للتعرف على الجهود المصرية المبذولة لتحقيق السلامة على الطرق، خاصة وأن مصر تعتبر من أعلى البلدان في حوادث الطرق، مؤكدا على ضرورة نشر الثقافة المرورية. I was very happy to spend أنا سعيد بوجودي هنا للاطلاع على ما يقوم به نادي السيارات في مصر من برامج وأنشطة في مجال السيارات والأمان على الطرق، وتعاونه مع الجهات الحكومية في تطبيق تلك البرامج وتنفيذها، وكذلك البنى التحتية لمشروعات الطرق والسلامة. أشار توت إلى أنه تم الاتفاق على أن يقدم الاتحاد الدولي منحا تدريبية للسائقين والإداريين ممن يستطيعون تنظيم سباقات تلتزم بقواعد
الاتحاد الدولي، مضيفا أنه يتم العمل على وضع خطة لضم شتى سباقات السيارات تحت مظلة الاتحاد الدولي. طبعا مستر جون تود رئيس الـ FIA في العالم، هو أسطورة، كان بي تكنيكال دايركتور في فورمولا 1، كان بيشارك في داكار، كان فهو يعني ما شاء الله لف على كل السباقات، وهو ان هم مجرد ان هم دعوه هنا وان هو كده عارف ان مصر فيها رياضه سيارات كويسه وفيها تقدم في رياضه السيارات، ده طبعا اداء قوي جدا منهم، وان ودي ان هو يكون الاتحاد الدولي مركز معانا في مصر ويساعدنا دايما ان شاء الله. لاول مره اتفقنا مع الاتحاد الدولي للسيارات الـ FIA انه يدعم برنامج تدريبي لنا في جميع المجالات زي ما انا قلت، سواء بالنسبه للدرايفرز المتسابقين او بالنسبه للمارشالات او بالنسبه للحكام وبالنسبه للاداريين الى اخره، وابتدينا نعمل ريجستريشن او قيد لجميع اللاعبين في مصر وجميع الاداريين الى اخره، بحيث يبقى في تواصل دائم بين نادي السيارات وبينهم. اعتقد دي خطوه اولى لتشجيع رياضه السيارات في مصر. تعد هذه الزياره الثانيه لجون توت لمصر، حيث زارها قبل 25 عاما وهو مدير لفريق بيجو للمشاركه في رالي الفراعنه انذاك. واكد توت ان هذا الرالي من افضل الراليات العالميه، مطالبا بتطويره بالطريقه التي تليق باسمه. بانطباعات جيدة خرج رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والسياحة من زيارته لمصر، خاصة فيما يتعلق بأمان الطرق ونشر رياضة السيارات والعمل على تنميتها ودعم أبطالها. أحمد نوير، الجزيرة الرياضية، من داخل نادي السيارات المصري بالقاهرة. أعود لضيفي عبر الأقمار الصناعية من بيروت خالد كرم. زيارة مصر خالد بعد فترة قصيرة على انتهاء رالي الفراعنة والنجاح الكبير الذي لقيه، كيف سيساهم في حل العقدة المتفاقمة على صعيد شرعية الأندية المشرفة على الرياضات الميكانيكية؟ إنها خطوة ممتازة بشكل عام، خاصة أننا نعاني في العالم العربي من عدم شرعنة الأندية التي تنظم بعض السباقات. حتى هنالك أندية في بعض البلدان التي تحتوي أندية رسمية تنظم سباقات غير رسمية، وهذا خطير جدا لأنها لا تتبع المعايير التي وضعها الاتحاد الدولي للسيارات، معايير الأمان ومعايير تنافسية. خطوة مصر ممتازة، ستشجع العديد من البلدان الأخرى للقيام بهذه المبادرة، خاصة بلدان شمال أفريقيا التي لا تحتوي أندية مماثلة على ما نحتويه نحن في منطقة الشرق الأدنى ومنطقة الخليج. أرجو أن تكون يعني مبادرة يستفيد منها الجميع. نعم، يلاحظ بشكل عام اهتمام رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بالمنطقة العربية، حيث أن أول زيارة خارجية له بعد انتخابه في منصبه كانت للدولة قطر، ثم للإمارات العربية المتحدة، فعمان ولبنان وفيما بعد. لماذا هذا الاهتمام برأيك؟ هناك شقان لهذا الاهتمام. الشق الأول هو الصداقة التي تجمع رئيس الاتحاد الدولي بالعديد من الشخصيات في المنطقة، إن كان في قطر وفي لبنان وفي الإمارات والعديد من المناطق الأخرى. الشق الثاني هو شق عملي بحت. من المعلوم أن المنطقة العربية هي منطقة تحتوي العاملين أساسيين داعمين لرياضة السيارات، أولا الأرضية، أرضية رياضة السيارات، وشغف الناس لهذه الرياضة كبير جدا في منطقة الشرق الأوسط، والعامل الثاني هو الماديات. نعرف أن الأندية الخليجية بشكل عام، أي الإماراتية والقطرية والكويتية والسعودية، تحتوي على ماديات ممتازة وتمويل ممتاز لقيام سباقات مميزة، وتدعم فرق كثيرة في العالم ومشاركات كبيرة لأبطال عرب، نذكر منها يزيد الراجحي وناصر العطية اللذان يشارفاننا، ورأينا أيضا خليفة الماتيوي أيضا في بطولة العالم للسباقات الصحراوية. نعم، تسلم العرب لمناصب دولية رفيعة في الاتحاد الدولي كناصر بن خليفة العطية في رئاسة لجنة السباقات الصحراوية، والشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة في رئاسة لجنة سباقات الدراج، ومحمد بن سليم في منصب نائب الرئيس، إضافة إلى العديد غيرهم في مراكز تنفيذية، كيف يساهم ذلك برأيك في تطور الرياضات الميكانيكية في منطقتنا؟ بالطبع سيساهم بشكل كبير في تطور الرياضة الميكانيكية في منطقة الشرق الأوسط. عندما نرى رئيس اتحاد دولي أو نائب رئيس اتحاد دولي أو عضو لجنة تنفيذية في اتحاد دولي عربي
هذا يوجه جميع الأنظار إلى منطقة الشرق الأوسط. من هو ناصر العطية؟ من هو محمد بن سليم؟ محمد بن سليم شخص معروف وبطل قديم، ولكن يعيد توجيه الأنظار إلى المنطقة. رأينا تنظيم بطولات رائعة في المنطقة بسبب هؤلاء الأشخاص، خاصة في قطر وفي الإمارات العربية المتحدة، سباقات موتو جي بي وسباقات فورمولا 1 من أعلى طراز، وهذا مما يساعد في تطوير الرياضة في المنطقة وجلب الإعلانات لتطوير هذه الرياضة. والأشخاص الموجودين في الاتحادات الدولية ساهموا في بناء حلبات كبيرة تستضيف مجموعة كبيرة من السباقات المميزة والتي تطور الرياضة وتسمح لنا باكتشاف المواهب، مما يجعل بشكل عام تأثير هؤلاء الأشخاص كبير جدا في استمرارية هذه الرياضة في منطقة الشرق الأوسط. صحيح. خالد كرم، كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من بيروت، شكرا لك. مشاهدينا، هنا نبلغ خط النهاية في حلقة اليوم من عالم السرعة. أشكر متابعتكم، إلى اللقاء.